السلام عليكم، معنا الآن مقابلة مع الأخ طارق من سكان الخبر. طبعا العمر يتقارب 25 سنة تقريبا. الأخ طارق دائما موجود في الكورنيش، راح ناخذ رأيه عن خدمات المقدمة كورنيش الخبر. الأخ طارق، كيف تشوف خدمات المقدمة في كورنيش الخبر؟ والله الخدمات صراحة جدا ممتازة، ما هي إلى مكان يعني منظم ترتيب النظافة صراحة جدا ممتازة، يعني ما لاحظنا مع النظافة من فترة لفترة يكونوا موجودين كويس. بس مهيئة يعني في أكثر عن يعني شغلة مثلا ترتيب النظافة، يعني الأوراق ما تشوف الجلسات يعني مهيئة أن الشباب يجون يجلسون. إيه جلسات جدا ممتازة، يعني منظرة في البحر كويس، جو هادي يعني ما في أي زحمة ولا أي شيء كويس. طيب كيف تشوف المطاعم اللي حول الكورنيش والخدمات الأخرى مثلا الكافيهات الموجودة؟ والله الكافيهات جدا ممتازة، يعني الكافيهات تقريبا هذا مغطي كل حاجة، يعني كويس تيجي أنت هنا وتمرتاح تقعد مرتاح كويس. يعني المطاعم جدا مهيئة، في كافيهات، سوبر ماركت، صرافات إذا تحتاج، محطات بنزين، كل شيء تبغاه تحصل متوفرين يعني. طيب ما راح تتعب كثير. طيب انتم العزاب هل تواجهون مشاكل مثلا؟ تجون عزاب كانوا يجون يقولون لكم هذا مكان خاص للعوائل، هذا مكان خاص للعزاب، تواجهون هالمشاكل لما تواجهونها؟ والله صراحه نواجهها احيانا، يعني من قبل رجال الهيئه بيجون احيانا يقولوا سمحتنا منطقه عوائل زي كذا. اما بالنسبه للجاريه، ما جاريه ما يعني الحمد لله انا كنت تقريبا شهر ونص ما احد كلمني. ما شاء الله، انت تمشي بشكل يعني تقريبا يومي؟ مو يعني تقريبا يوم بعد يوم زي كذا. اها، والخدمات المقدمه بشكل مناسب جدا ممتازه، يعني حتى من مكان لمكان اذا ما راح مثلا واحد عطش او الله يكرمك بيروح الحمام زي كذا متوفر، يعني ما واحد ما يحتاج يعني يروح البيت ويسعى يكمل. يعني ما قصروا معك حكومة الخبر، ما قصروا معكم في الخدمات التقديم؟ لا صراحة جدا مهيئ المكان، ويعني المشروع صراحة جدا ناجح للأجهزة البحرية، يعني فكراته جدا حلوة. وترى هذا الرأي مؤيد له جميع الشباب وغالبية الشباب في الخبر؟ والله أغلب الشباب صح ملاحظين هالشيء هذا يعني. كويس، الله يعطيك العافية. خلاص إن شاء الله مقابلة أخرى.